بمعالي الوزيرة الأخت العزيزة وزيرة باندور في زيارتها لمصر لرئاسة اللجنة المشتركة المصرية الجنوب أفريقية في دورتها التاسعة بعد انقطاع دام العدد من السنوات، ونسعد بأن نكون قد استأنفنا اللجنة المشتركة. انعقدت بشكل موسع على مستوى كبار المسؤولين، وتم خلالها التباحث حول كافة أوجه التعاون والتنسيق والتضامن فيما بين مصر وجنوب أفريقيا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية. وفي الحقيقة كان للمداولات التي تمت بالتأكيد هيكون لها أثر كبير في دفع العلاقات نحو الأمام والارتقاء بها إلى مستويات في خدمة مصالح الشعبين الشقيقين، بل وفي خدمة مصالح التضامن على مستوى القارة الأفريقية. سعدت بأن عقدت مع معالي الوزيرة جلسة مباحثات منفردة وجلسة مباحثات موسعة تم خلالها الاستفادة من خبرتها الواسعة، ودائما أسعد بهذه الفرص التي تجمعنا لما يتأكد لي دائما من الاعتماد على الوزيرة بالنسبة لرؤيتها الثاقبة، وأيضا الرؤية الجنوب أفريقية اللي بتتسق مع الرؤية المصرية حول كثير من القضايا، وجود الإرادة السياسية القوية بتوجيهات من قيادات هاي البلدين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس سيرل رامافوزا، بضرورة استمرار التنسيق والتشاور والتوافق على رؤى تخدم مصلحة الثنائية وتخدم مصلحة التضامن الأفريقي وتخدم مصلحة قدرة البلدين على مواجهة التحديات التي تواجهها، سواء كان على مستوى الجهود المبذولة من كل منهما لتنفيذ برامج التنمية، ولكن أيضا في تعزيز الاستقرار على مستوى القارة الأفريقية، العمل على تنفيذ مخرجات خطة الاتحاد الأفريقي 2063، وأيضا التحديات الدولية والتحديات المرتبطة بالإرهاب، وكلها لا نستطيع أن نواجهها على انفراد، وإنما تتعزز قدراتنا وإمكانياتنا من خلال التعاون مع أشقائنا في القارة الأفريقية. مصر كان دائما لها اهتمامها وعملها لدعم تحرر جنوب أفريقيا من النظام الأبرتايد العنصري، استضافت عديد من القيادات وتعتز بأنها استضافت المناضل نيلسون مانديلا التي استقبلته فيما بعد كرئيس لجمهورية جنوب أفريقيا. فهذه هي حقبة نعتز بها لما أظهرت من تضامن وأدت إلى تحرر أفريقيا بالكامل من الاستعمار. أنا مرة تانية سعيد بهذه الفرصة، ولدي اقتناع راسخ بأنه تعاون الجنوب أفريقي المصري والتنسيق مع أشقائنا الدول الأفريقية الأخرى حقيقة هي شيء يجعلنا نستطيع أن نعتمد على بعضنا البعض ونعزز من خدمة مصالح شعوبنا بما يحقق ازدهارهم ونموهم. لدينا كل الإمكانيات والموارد والقدرات البشرية قبل المادية، وعلينا أن نوظفها من خلال التكامل فيما بيننا والتعاون لبلوغ أملنا وطموحاتنا نحو المستقبل. شكرا جزيلا، وأعطي معالي الوزير الكلمة. جزيل الشكر معالي الوزير، وأشكركم على هذا الترحيب الحار الذي استمتعنا به منذ
الخطوة الأولى في وصولنا هنا إلى هذا البلد الطيب في بلدنا مصر. وبالطبع فكما كلكم يعلمون بيتسو موسيماني هو من جنوب أفريقيا، نحن نرغب في أن نأخذه إلى بلادنا، وأن كل الفرق في جنوب أفريقيا ترغب في أن يكون مدربا لها. ولكن أشكركم على حسن الاستضافة الذي لاقيناه هنا في مصر، ومن معالي الوزير شكري وفريقي، وكل فخر في أن أعرب عن خالص شكري لكم جميعا. وكما أعرب معالي الوزير في كلمته، هو أن هدفنا هو تعزيز العلاقات فيما بين البلدين. إن جنوب أفريقيا ومصر هما لاعبان أساسيان في القارة الأفريقية، وأن لديهما عددا من نقاط القوة التي كلنا إيمان في أنه يمكننا استغلالهما لتعزيز وتنمية والارتقاء بأفريقيا. قد اتفقنا على بصفتين وزيري للخارجية على تعزيز العلاقات الأفريقية، وأننا سوف نستخدم ونستغل قدراتنا وإمكانياتنا التي ننعم بها لتحقيق أجندة عام 2063. واتفقنا على أن أحد التحديات في أفريقيا هو أننا نضع خططا رائعة، ولكن قد تكون هناك عراقيل أمام التنفيذ. ولكن علينا أن نضمن أن لدينا خطط ملموسة في عدد من القطاعات التي أشار إليها معالي الوزير، وكذلك مثل مؤسسات التعليم سوف تتعاون عن كثب لأن تضمن أن القارة الإفريقية تنعم بزخم في البحث العلمي، وكذلك استغلال القدرات والمهارات التي ينعم بها الشباب. كما اتفقنا كذلك على أن جنوب أفريقيا سوف تدعم مصر، وكذلك فإن جنوب أفريقيا ليست تنعم بالإرث الحضاري والتاريخي الذي تنعم بها مصر، وكذلك فإننا سوف نتعاون مع مصر في هذا الصدد تحديدا. كذلك اتفقنا على أن تمكين المرأة وأن نستغل الفرص في المحافل الثقافية والإرث التاريخي وتعزيز أواصر العلاقات. بعض المصريين يشبهونني، وجنوب أفريقيا يتفهمون، وشعب جنوب أفريقيا يتفهمون جيدا أننا كلنا أفارقة، وعلينا أن نعمل للصالح الأفريقي وأن ندعم أواصر العلاقات بين الشعبين لنعمل يدا بيد. علينا أن نكون متهامين في بعضنا البعض، ونعمل يدا بيد، وأن نعمل عن كثب معا. وبالطبع من المحتمل أن 54 دولة إفريقية يمكن أن تكون قوة أكبر وأفضل إذا ما عملنا معا يدا بيد، وإذا ما تعاوننا جميعا سوف نحقق هدف التقدم. وكما هو الحال في أن مصر وجنوب إفريقيا اتفقت على أنها سوف تسعى جاهدة إلى تجنب العمل في عزل وفي جزر منعزلة، بل على العكس من ذلك سوف نستفيد من بعضنا البعض ونستفيد من القارة ونصب في صالحها. كذلك أود أن أعارج على أن أحد القطاعات التي ذكرنا أننا علينا أن نتعاون فيها هو أنه بعد جائحة كورونا في القارة الإفريقية كان الكثير لا يعلم ماذا عسانا أن نفعل، ولكن كان علينا أن نواجه كلنا وكل الدول في نفس الوقت وأن نحصل على اللقاحات. وحتى الآن هناك أكثر من 70% من القارة الإفريقية ليس لديهم ولم يأخذوا اللقاح. هذه الحقيقة المأساوية. إن مصر تنعم بقدرات واعدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية واللقاحات، وأن مصر بحاجة إلى أن تقتفي هذا الأثر وأن تتعلم الدرس من مصر وأن تتعاون عن كثب مع مصر وأن نستقي خبرات مصر وأن ندفع هذه القدرات قدما. ننظر هنا وهناك ونتساءل ماذا عسانا أن نفعل. علينا أن ندفع قدراتنا وأن نصل
معسكر مهاراتنا لأن نجتاز كل تحد وكل صعوبة وكل ضائقة. كذلك فكل فخر في أن مصر سوف تستضيف مؤتمر الأطراف 27 COP27 وأن مصر سوف تشير للعالم أجمع وللعالم المتقدم هي أن مصر يمكنها أن تفعل هذه الخطوة وأن تدفع بعجلة التقدم المالي لأن تضمن أنه يمكنها أن تنفذ خطوات من شأنها التطويع وأن نحقق المرونة في هذه الأمور المالية. كذلك هناك عدد من المجالات الكبيرة التي هي في غاية الأهمية لمصر وتعاونها مع جنوب أفريقيا، ولكن تعاوننا على كل واستغلال كل هذه الفرص. كذلك أتطلع إلى الاجتماع ولقائكم في بلدي جنوب أفريقيا وأن نرصد ونقيم وأن يقيم المسؤولين لدينا هل حققنا الأهداف التوصيات التي اتفقنا عليها في هذه الاجتماعات، لأنه بالطبع لن تكون التوصيات حبيسة الأدراج دون تنفيذ. سوف نضمن وأن نتابع ونرصد ونراقب إنجازاتنا حتى نقوم بتقديم مثل هذه التقارير إلى قادة بلادنا. أود أن أرى الحراك الإفريقي من أولئك الذين حاصلوا على درجة الدكتوراه وأن يزيد هذا العدد ليكون من الحاصلين على درجة الدكتوراه. أتمنى أن أرى المزيد والمزيد من الباحثين الأفارقة، المهندسين، كل القدرات، كل هذا يمكن أن يتم فعله ويمكن أن يترجم إلى واقع ملموس. نعم، إفريقيا تستطيع أن تفعل كل هذا بل وأكثر. وأخيرا وليس آخرا، الأمر لا يتعلق فقط في التعاون بين إفريقيا ومصر بل سينعكس على القارة الإفريقية بل والعالم أجمع. اتفقنا على أن التعاون متعدد الأطراف والمحافل متعددة الأطراف، علينا أن ندعم الإصلاحات التي دشنتها الأمم المتحدة وأن كذلك هناك بعض الحروب، وعلينا إذن أن نعيد النظر في هيكلة مؤسسات الأمم المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. حتى نحن 45 دولة إفريقيا، لست أي من الدول الإفريقية عضوا في مجلس الأمن، ناقشنا مثل هذا الموضوع كذلك، وعلينا أن نتابع العمل عن كثب في أن نمثل في المحافل الدولية. شكرا معالي الوزير. شكرا جزيلا احمد جمعه من اليوم السابع. بنرحب بمعالي الوزير في مصر. النهارده معالي الوزير، سؤال مشترك، بنحتفل بيوم افريقيا، افريقيا التي بنيت مؤسساتها على التعاون والعمل المشترك. ما موقف سيادتكم، موقف معالي الوزيرة، من الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة، الأقدام على الملء الأول والثاني بل والتخطيط على الثالث، وضرب الحائط بأي قرارات تدعو للوحدة الأفريقية والعمل على التعاون المشترك، رؤية سيادتكم بالخصوص، وما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر حال أقدمت إثيوبيا على الملء الثالث دون أن تلتفت للمواقف المصرية والسودانية؟ شكرا جزيلا. بالتأكيد أنه عقد اللجنة المشتركة اليوم بمناسبة يوم أفريقيا هو فالخير فيما يتعلق بالاهتمام الذي توليه دولتين كل من مصر وجنوب أفريقيا للقارة الأفريقية، لدعم الجهود التنموية على القارة، للتنسيق السياسي، للالتزام بالعمل من خلال الاتحاد الأفريقي، وسوف نظل لدينا هذه الإرادة القوية والعزم على توفير كل الوسائل التي تؤهل القارة للاطلاع بدورها المشروع في إطار المنظومة الدولية وفي تحقيق طموحات الشعوب الأفريقية من خلال التضامن والتكامل فيما بينهم وتفعيل الآليات المتاحة لديها. فيما يتعلق بقضية سد النهضة، فمصر تؤكد دائما اهتمامها واستعدادها
وتأكيد رغبتها في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي، ومن خلال مفاوضات يتم من خلالها تحقيق مصالح كافة الأطراف بشكل متوازي وعادل، يحقق للأشقاء في أفريقيا رغبتهم نحو التنمية والازدهار وتوفير الحياة الكريمة لشعبهم الشقيق، وفي نفس الوقت يوفر لكل من مصر والسودان أمنهم المائي، خاصة مصر تعتمد على النيل بشكل كامل في مواردها المائية، وضرورة العمل على تأمين مصالح الشعب المصري في هذا الشأن. هذا لا يمنع بأننا نسعى دائما للتوافق والتقارب والتعاون، وأكدنا في مناسبات عديدة وبالفعل وليس فقط بالقول أننا نرغب في أن نكون داعمين لأشقائنا في أفريقيا، ونرى فرص واعدة للتعاون على المستوى الثنائي والثلاثي والجماعي فيما بيننا وبين أشقائنا في إثيوبيا للاستفادة المتبادلة وتحقيق الأمن والاستقرار. وسوف نستمر بأن نسعى من خلال الوسائل السلمية ومن خلال المفاوضات لتحقيق هذا الهدف والتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يضمن مصالح الجميع بشكل متساوي. شكرا. أشكركم شكرا جزيلا. وشكرا على الإجابة عن السؤال. يمكننا أن نستذكر وأن نعود بصفحات التاريخ إلى 2020 عندما ترأس جنوب إفريقيا الاتحاد الإفريقي. هناك تقدما ملحوظا حدث فيما بين ثلاثة البلاد، وكانت وحققنا تقدما ملحوظا، ونرى أن الاتحاد الإفريقي لديه مسؤولية للتوصل ولإنهاء هذه المناقشات. يجب أن تكون هناك مخرجا بأن الدول على ثلاثتها هي تتصرف وفق الاتفاقيات الملزمة، ومن حتى لا ننتهي إلى موقف فوضوي، ومن ثم المناقشات مفتوحة والملفات مفتوحة على الطاولة، وبالطبع يجب المشاركة في النقاش بشأنها. بالطبع يجب أن نساعد كل الدول الإفريقية في أن نتعاون مع بعضنا البعض، ومن ثم أنا أفكر أنه أصبح حتميا ولزاما على أننا نشجع الاتحاد الإفريقي بأن يهتدي إلى حلول للمشكلات الإفريقية. يجب أن يأخذ بزمام المبادرة والقيادة في مثل هذه الملفات، وكما ذكر معالي الوزير أنه علينا أننا سوف نعود إلى قادتنا، وأن القادة يجب أن يتخذوا قرارات. إن موقفنا كجنوب إفريقيا هو لنستمر في إجراء المفاوضات حتى نناقش كل هذه المواقف الصعبة التي لم يتم التوصل إلى حل بعدها أو إلى تسوية بعدها، ونحقق مصالح البلاد. وردة الحسيني من أخبار اليوم. مروة الحسيني from أخبار اليوم نسبي. شكري ومعالي وزيرة الخارجية. مصر وجنوب إفريقيا دولتين كبريتين على المستوى الإفريقي، وتربطهم علاقات ممتدة لسنوات طويلة. وفي نفس الوقت هناك تحديات دلوقتي بتواجهها إفريقيا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، إلى جانب التحديات المرتبطة بكوفيد 19 وما ارتبط بها من تأثير على الاقتصاديات في العالم وفي إفريقيا على الوجه الخصوص، وعلى الأمن الغذائي. ماذا يمكن أن تقوم به البلدان على الصعيد الثنائي وتحت مظلة الاتحاد الإفريقي لمواجهة كل هذه التحديات، إلى جانب التحديات السياسية أيضا لواجهها العالم والمنطقة؟ شكرا. ما أراه
هو أن أحد نقاط الضعف التي تعتري القارة الإفريقية هو عجزها أو عدم قدرتها على استغلال مواردها لصالح القارة الإفريقية. فمثلاً إن جنوب إفريقيا لديها 60% من المطاط، ولكن نحن نشكل ونساهم بحصة ضئيلة في هذه الصناعة وفي هذا القطاع. إفريقيا لديها العديد والمساحات الشاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، وعلى طرفي نقيض هي القارة التي تعاني الجوع، ومن ثم علينا أن نركز على القطاع الزراعي، علينا أن نتخذ إجراءات بشأن القطاع الزراعي وما إلى ذلك. علينا أن نقنع الشباب تحديدا هو أن الفرص الزراعية محركا أساسيا في الاقتصاد. العديد من الأشخاص ترى أن القطاع الزراعي قطاع فقير، ومن ثم لا نرغب في أن ندرب الأشخاص على القطاع الزراعي. ماذا عن آلاف الهكتارات والأفدنة؟ عليك أن تقوم باستصلاحها والاستفادة منها، وسوف ترى المعجزات تتحقق. ومن ثم علينا أن نغير هذا التفكير وهذه العقلية. نحن في إفريقيا بالطبع علينا ألا نطلب من أي شخص أن يطعمنا وأن يقدم لنا الطعام. لدينا الأرض، لدينا المياه، ورغم ندرة المياه لدينا المياه للزراعة، ولأن نضمن أننا يمكن أن نزرع المحاصيل وأن يكون طعامنا بأيدينا. ومن ثم ما أظن وما أود أن أقوله هو أن مصر وجنوب إفريقيا هو أننا علينا أن كإفريقيا أن نفكر في هذه التحديات وأن نترجمها إلى فرص وأن نقسم الأمور. ماذا علينا أن نفعل بشأن عدم كفاية المياه؟ لدينا بنية تحتية سيئة في قطاع المياه، كيف لنا أن نعيد تأهيلها ونجددها؟ علينا أن نقوم بمثل هذه الأمور لزيادة الإنتاجية في المحاصيل الزراعية. ماذا عن العمليات الزراعية التي نستخدمها؟ ماذا عن المواد الخام؟ ماذا عن الشحن والتفريغ؟ ماذا عن مواردنا المعدنية؟ إن ماذا عن البلاتين التي تنعم به القارة؟ هذا يمكن أن يحول القارة كلها، وأن يتم استخدام كل هذه الثروة المعدنية في صناعة السيارات وفي مثل هذه الصناعات، ولكننا نصدر كل هذه المواد الخام. كل هذه الملفات يجب أن تفتح، وكذلك علينا أن نستغل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. يجب أن يكون هناك الكثير من الصناعات، يجب أن يتم أن تتحول أفريقيا نحو الصناعة ونحو الزراعة. إن 16% هي تجارة بينية، ولكن 84% هي تجارة خارجية خارج الحدود الأفريقية. نحن نشكل ثلث مستهلكي العالم، وعلينا أن نستغل هذه القاعدة العريضة. وختاما علينا أن نتوقف عن الحديث عن التحديات، علينا أن نقول هنا فرصة علينا أن نستغلها لتحقيق مخرجات إيجابية طيبة. أخيرا وليس آخرا، علينا أن نضع حدا لهذا الاستغلال الخارجي، وأن كل مناطق العالم أصبحت غنية على أكتاف مواردنا. علينا أن نعتمد على أنفسنا وأن لا يملي أحد علينا. ماذا عسانا أن نفعل؟ يجب أن نتطور ونطور قارتنا. أكيد معالي الوزيرة وفت بحديثها بكل العناصر لها أهمية وجدوى، ونشترك معها في الرؤية إزائها. تأكيد هي تحديد الأولويات، الاعتماد على التكامل والتوظيف الحسن لما لدينا من موارد بشرية في المقام الأول، موارد طبيعية، والإدارة الحكيمة والرشيدة لهذه الموارد هو الوسيلة التي تجعلنا من خلال التضامن نحقق طموحاتنا لشعوبنا، ونستطيع أن نواجه الفرص التي تحدثت عنها معالي الوزيرة، فرص في إطار التنمية، فرص في إطار التنسيق السياسي ومقاومة الجهود لإحتواء أفريقيا والاستفادة
من ربما عدم اتحاد الرؤية لاستخلاص مصالح لا تصب بالتأكيد في مصلحة الشعوب والقارة الأفريقية. سوف نستمر ولدينا ثقة بأن العمل فيما بيننا وخاصة دول لها حجم سكاني ولها قدر من التقدم في مجالات الاقتصادية تستطيع أن تعاون بقية الأشقاء ونعمل سويا من أجل مستقبل فيه ازدهار لشعوب القارة بناء على الأولويات التي نحددها لأنفسنا. شكرا جزيلا.